نشكر قناه الباهيه على التغطيه الاعلاميه اللي قامت بها. هذه مظاهره نظمتها جمعيه استثمار الفكر العطاء الانساني بمناسبه اغتراب شهاده البكالوريا. دونك والطلبه الجامعيين كذلك. دونك هو لو بوت تاعها اللي كان ديجا كان التيتر تاعها هي خطوه نحو النجاح. ان شاء الله تكون خطوه نحو التميز. تحفيز ان شاء الله للطلبه تاعنا. وكما راكم تشوفوا مع فقره فكاهيه من تنظيم نجم الفكاهه سمير مزوري. دونك نشكركم على هذه التغطيه. الحضره اللي هي محاضره تحفيزيه لقياده الطلبه المقبلين على شهاده البكالوريا. كما اللي ما يخفاش عليكم كاع باللي التحفيز فيه جانبين، الجانب الفكاهي والجانب العلمي. الفكاهه عندها دور كبير في حياه المواطن. هي عندها دور كبير في حياه الانسان. يلعب الفكاهه دور كبير في حياه لي سوجي تاع ديجا صراو لهم وتصرى لكاع الاجيال الجزائريه باش تغي على نفسيه الجمهور ونفسيه الفنان. هما نجم اساس اساس باش يغيروا النظر مش النظر تاع المجتمع وتاع خاطر يعني شحال هما الدعوه كانت مكبوته وهذه شحال ما بالفكاهه الدعوه تسكن. خاطر كاين اللي تهضر معاه ما يقدش يفهمك بميساج هكا بينك بينه، اذا قادر يفهمك بميساج توصله له توصل له ميساج بار ضحكه هكا تضحك له توصل ميساج. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناه الباهيه على هذه التغطيه الاعلاميه اللي رانا اليوم متواجدين في قصر الثقافه بولايه تلمسان. اليوم عرضوني جمعيه الاستثمار الفكري والعطاء الانساني باش يحفزوا الناس اللي راه عندهم امتحانات في البكالوريا ان شاء الله، وبغينا نفهموا باللي الفنان حتى هو عنده دور باش يحفز هاد الطلبه وان شاء الله نتمنى لهم النجاح وكاع الناس اللي راهم مقبلين على الامتحانات. قدمنا لهم عرض كان لو تام يحكي ثاني على البكالوريا. شكركم بزاف. نتمنى ان شاء الله بزاف فنانين يزيدوا يشجعوا هاد الشباب هادو اللي عندهم الباك ولا اي امتحان. فيها الباك والدنيا والحاله وهذو الطلبه اللي راهم هنا كاينين الاخرين اللي كملوا قرايتهم. انا ثاني تلميذ بعيد الشر عليكم. انا اللي كنت نقرا كنت احسن تلميذ في الدنيا كاع في العالم، وكان الحلم تاعي باغي نخرج معلم ولا معلمه. المهم نقري غير باش نضرب كما كانوا يضربوني. واحد قال هاك واحد قال هاك واحد قال هاك. قلت له مالك؟ قال لي الحكومه تركع. اي عصروا اي عصروا شهريه مليون و 200 كيم داري كاين ستور اتصفها في كاع الديار. دونك يعني يجي يضحك شويه وهذه غيب شويه عاود كي تربحوا الباك عاود كينا نديروا لكم واحد الحفله مريقله تما تضحك على روحك الصيف كومبلي وانت تضحك حتى تعاود تدخل الجامعه. شكرا ونعاود نشكر قناه الباهيه بزاف بزاف. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه سليم خويا. موتوا عليك.